أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا أسكن في منطقة وأكثر الجيران فيها من الرافضة، فما هو التعامل معهم؟ وهل أزورهم وآكل وأشرب معهم؟ وكيف أرض الله واسعة يا أخي، دور لك بيت بعيدا عنهم مستريح منهم، أرض الله واسعة، انتقل من هذا المكان وسيسر لك الله المنزل الطيب بجوار أهل السنة.